اختتمت القافلة الطبية بمركز أبو تيج التي أطلقتها مديرية الصحة بأسيوط أعمالها لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت القافلة الطبية عدة تخصصات، كما ضمت معامل تحليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية. هذا وقد قامت القافلة الطبية بالكشف الطبي على أكثر من 2200 مواطن خلال يومين. من أول ما يدخل المريض ياخد التذكرة ممكن يلف بها على جميع العيادات، يعني لو المريض ممكن يعمل تشيك أب على كل جسمه، تمام؟ أسنان، بطنة، جراحة، كله تمام. اللي محتاج المريض بيتعامل له بياخدوا كل حاجه مجانا. قريه عرب موتير بنقدم خدمه الصيدليه للمرضى، عندنا 120 صنف كلهم بيغطوا جميع التخصصات الموجوده من حيث الكميات والاصناف. المريض بنيجي نكشف عليه ونشوف ايه العلاج اللي هو محتاجه، او اذا كان محتاج خلع بنخلع له، اذا كان محتاج علاج بنكتب له على التذكره وبيروح يصرفه كل حاجه، يعني بتبقى بمجان، تذكره بمجان، العلاج، الخلع، كل حاجه يعني.